نزولا عن رغبة النساء النساء طنطن أنهم دائما في جميع التظاهرات والتظاهرات الثقافية والغير الثقافية دائما لهم طلب باش ننظموا لهم شي ندوة باش يطلعوا على مدونة الأسرة. وارتأت المنسقية الإقليمية للتجمع الوطني الأحرار بطنطان أن تنظم هذه الندوة بمناسبة يوم العالمي للمرأة وهي مضامين مدونة الأسرة ولشرح لإطلاع النساء على مضامين هذه المدونة. والحمد لله كانوا أساتذة لهم دراية وخبرة في مدونة الأسرة وكان حضور النساء استفاد من هذه الندوة. ومن هذا المنبر أهنئ نساء العالم وأقدم لهم تحياتي وكذلك أحيي صاحب الجلالة على الجهود الذي يبذلوا لتتبوأ المرأة المغربية المكانة اللائقة بها في جميع المجالات. وثمار هذه الجهود أعطت الحمد لله عرفت سنة 2013 إبراز المرأة المغربية. كانت هناك تعيينات في صفوف العمال، هناك ثلاث نساء، اثنان منهم عمال والثالثة والي. وأيضا في النسخة الثانية لحكومة صاحب الجلالة عرفت أيضا أربع نساء ممثلات داخل هذه الحكومة، وهذا بفضل مجهودات صاحب الجلالة وأيضا الحركة النسائية. وأحيي نساء كل العالم وكل عام وهن بخير وعلى خير. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء اليوم المنظم من طرف التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار اللي دائما عودنا بفتح الأبواب دياله في مثل هذه المناسبات في وجه المناضلين والمناضلات وكذلك المتعاطفين والمتعاطفات. لقاؤنا اليوم كان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، هو عيد يصادف 8 مارس من كل سنة واللي كنحتفلوا به جميعا، وذلك في إطار النهج اللي أضحى يتبعه حزب التجمع الوطني للأحرار للتعريف بمثل هذه القضايا وقضايا أخرى تخص تسيير الشأن العام المحلي أو الوطني. على أي كانت مداخلتي حول حقوق الطفل في مدونة الأسرة وخاصة الشق المتعلق ب ما هو تشخيصي وما هو وصفي للمادة 54 والتي تكفل وتضمن وترعى مجموعة من الحقوق لهذا الطفل في إطار الأسرة التي هي بيت للتنشئة بكل أبعادها الثقافية وكذلك الاجتماعية. على أي كان تجاوب، كانت مداخلات تصب في صميم الموضوع، كان هذه المبادرة اليوم لقات استحسان المناضلات والمتعاطفات، لقات تجاوب، وهذا ترجم في هذا الكم المحترم من الحضور اللي صراحة أنا بدوري في مثل هذه الظروف القاهرة التي هي خارجة عن سيطرتنا حيث أنه الأحوال الجوية اليوم كانت جد سيئة، غير أن مثل هذا الحضور هو صراحة يشرفنا ويشرف الحزب بمختلف قواعده سواء كانت النسائية أو الشبابية. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.